طبعا أنا تم إلحاقي القوات المسلحة سنة 69 في سلاح المدفعية اللي هو صواريخ مولوتوف. كنت أعمل في مديرية الشؤون الاجتماعية مراجع مالي أول بمديرية الشؤون الاجتماعية حتى تخرجت من شؤون، وحاليا رئيس حسابات للأسر المنتجة، تخرجت بدرجة مدير عام. كان مهمتي في أثناء الحرب صد هجوم العدو في أثناء العبور. قبل العبور كنت ببص لقناة السويس كده، كانت حاجة صعبة جدا إن أنا أبص علم إسرائيل بيترفرف ونكس 67 وهزيمة الجيش وتدمير 80% من القوات المسلحة وبنى القوات المسلحة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، واستكمل المهمة السيد البطل أنور السادات. لما عبرت أول يوم ما استبتش كان في دبابتين أمامنا، الدبابات اللي مشاه تم تدمير الدبابات ديت. تاني يوم استبت دمرت دبابتين من 30 دبابة، وبقيت الأسلحة كلها مشتركة، المشاه والمدفعية كله. تالت يوم دمرت 3 دبابات. رابع يوم اللي هو يوم 9 بحمد لله وتوفيقه، ودي كان أسرع لحظة في حياتي إن الواحد يدمر هذا العدد الكبير اللي هو 6 دبابات إسرائيلية، من كل أكتر من 35 دبابة. وبقيت الدبابات التانية القوات بتاعتنا كانت بتشترك معاها، سواء مشاه سواء مدرعات سواء مدفعية بعيدة المدى أو قصيرة المدى. ده عندي الآن، وبقول تحيا مصر، تحيا مصر، وخير جنود الغرب في مصر هنا، تحيا مصر.